هنروح للواء علاء ابو زيد محافظ مرسى مطروح. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا مساء النور. اهلا وسهلا يا فندم. عايزين نعرف ايضا استعدادات محافظه مرسى مطروح عشان نطمن يعني الناس ان احنا المره دي مستعدين، وان لا قدر الله ما حدث في راس غارب او اسيوط لن يتكرر. طبعا ان شاء الله احنا محافظه مطروح محافظه ليها خبره في التعامل مع السيول، وطبعا كل مقرات السيول يعني مطهره تماما. احنا عندنا استعدادات عاليه، احنا اشتركنا مع قياده القطاع الشعبي مؤخرا في مشروع كبير جدا في اداره الازمات، ده الكلام ده، وانا سعيد ان انا ادخل المحافظه فيه بصراحه، علشان انا كمان اقف على مدى استعداد الاجهزه التنفيذيه ومجالس المدن ومدى كفاءه الحمله وكفاءه العربيات والرفع وخلافه. فالحمد لله احنا يعني في مكانه كويسه جدا. انا اعلم ان انا عندي مشكله في الصرف في محافظه مطروح، ولكن الحمد لله مسيطر على هذه المشكله. وان شاء الله يعني انا عايز اقول لك ان انا جالي الصيف اللي فات 6 مليون ونص مصطاف استخدامات كميات ميه رهيبه جدا، وانا عندي مشكله في الصرف الصحي، ولم يتاثر ولم يلحظ اي مواطن من يعني السياح والمصطفين اللي كانوا الموجودين باي مشكله من هذه المشاكل. فايا كان الميه ان شاء الله يعني ما هوش تحدي ولا حاجه، ولكن احنا الحمد لله قادرين باذن الله وبالامكانيات اللي موجوده ان احنا نتعامل مع اي كميه ميه هتنزل، واحنا يعني ان شاء الله هنتعامل معاها. بطمن كل ابناء مطروح، هم عارفين طبعا ان احنا الحمد لله مستعدين، واحنا كل مخرات السيول بتسحب الميه وتنزل بيها على البحر على طول، واحنا مطهرينها. اما بقى مشكله الصرف فاحنا مجهزين العربيات بتاعتنا بال عربيات كفح المياه وشرط المياه والبدلات، كل ده موجود في جميع مجالس المدن، حتى الطرق الساحليه الاماكن اللي فيها التجمعات في اجراءات متاخده مع كل مجالس المدن. مجرد نزول الامطار العربيات هتبقى واقفه وجاهزه لرفع المياه من على الطرق، الطريق الساحلي الدولي اللي بيتم تطويره حاليا، منع لقطع الطرق وخلافه. تمام، انا بشكرك يا فندم، ونتمنى طبعا سياده اللواء علاء ابو زيد محافظ مرسى مطروح ان بالفعل نكون مستعدين تماما. هو بيقول انا عارف كويس قوي ان عندي مشاكل تتعلق بالصرف الصحي، وعلى فكره دي لا في مرسى مطروح ولا في اسكندريه، دي شبكه الصرف الصحي في مصر فيها مشاكل كبيره جدا ومحتاجه الى قدر عالي جدا من التمويل، لكن على الاقل نكون مستعدين بشكل ما لا يؤدي لا قدر الله الى ماساه او الى كارثه انسانيه.